أهلا بكم مشاهدين جريدة فيس بريس في هذا الموجز الإخباري. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس أمس الثلاثاء من توقيف ضابط شرطة يعمل بالأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة. أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة على النيابة العامة المختصة الاثنين الجاري ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و53 سنة يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وتنظيم الهجرة الغير المشروعة والاتجار بالبشر. كشف النائب العام لدى محكمة بجاية الجزائرية عن توقيف 4 أشخاص من بينهم قاصران للاشتباه في تسببهم في اندلاع حرائق الغابات التي شهدتها الولاية، فيما سيتم تحويل ملفي الاثنين إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة وسيتم تقديم القاصرين أمام قاضي الأحداث. أما فيما يخص أحوال الطقس فتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الجنوب وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالمنطقة الشرقية، فيما سيكون الطقس حارا محليا بالسهول الداخلية. ورياضيا، قدم فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم أمس الثلاثاء مدربه الجديد اللاعب الدولي السابق طارق سكيتيوي خلفا لعمر حاسي الذي تولى فريق المغرب الفاسي في أبريل الماضي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.